انت وقت الزلزال بسوريا وين كنت؟ كنت بالتخت. خبريني شو صار فيك. ليكي انا عندي كم شابه هون براسي صراحه، هي وراثه يا جماعه مو عمر. من ورا هي وراثه، وراثه. انا عندي كم شابه وراثه. بهذا اليوم انا صدقا ما عم بمزح، انا راسي من هون كله صار عندي شيب. انا بلحظتها لو يمكن، سوري على هالتعبير، اذا ذبحتيني ما بينزل مني نقطه دم. انا بتخت، التخت انا نايمه حسيت بقروشه. اول شيء صوت من برا ما عم بعرف شو، رجعت حسيت شيء هيك 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 عم دخيلك ما تهز. انا عم يهز كذا، رجعت فقت مصدومه. تحسي الكون عم الكون عم بيهز، يعني لدرجه صار في ضغط بقدنيه. اول شيء ما قدرت استوعب شو صار، رجعت حسيت قلت شو عم يهز التخت. بتطلع هيك على التريا فوق بلاقيها عم تعمل هيك جمود لدرجه ما قدرت امسك التليفون، يعني اطمن على اهلي. ما قدرت امسك التليفون دق لرفيقه لاستوعبتها. يعني انا اجت ما معي على صدمه، ما انت هربتي وقفت بقيتي محل. انصدمت، يعني انا اجتني عم اقول لك على صدمه. انا انصدمت، ضليت بمكاني لخلصت. يعني انا بدي امسك التليفون احكي مع رفقاتي، احكي مع اهلي، ايدي ما قدرت احركها. هيك انصدمت. صار عندك فوبيا من الموضوع؟ انصدمت بالفتره يعني اللي بعدها. لا بتحسي اوقات انه الدنيا عم تهزك بالفتره. ليك اللي صار شيء كثير مؤلم، الحمد لله رب العالمين. نحن انا ما انضريت، ناس بعرفهم ما انضروا، بس ولكن اللي انضروا الاطفال، المشاهد، حرقه قلب كبيره. صح. بتخليك تحسي كانه انت اللي صار معك هيك. انا صار عندي الفوبيا بسبب هالاشخاص، مو خوفا على حالي. صرت خاف على الناس، خاف على اهلي، خاف على رفقاتي، خاف على الاطفال. كيف ساعدتي بهالموضوع؟ لك كان في عتب كثير على عدد من الزملاء، لانه كان لازم ينعمل شيء احسن من يلي نعمل. شو بدنا نعمل؟ الدعم، السند، المساعدات. شو بدنا نعمل؟ شو شلون بدي ساند؟ حسيتي كارثه وحلت، شو حاعمل؟ تبرعت؟ اوكي، حاتبرع على لا يعني لا فئه، لنسبه معينه، الباقي شو؟ انا اليوم ما فيني حل شيء. مش بس المسؤوليه واقعه عليك، يعني عم نحكي عن مجموعه زملاء. لك حاولوا، في زملاء حاولوا وساعدوا وطلعوا وحكوا عن جمعيات عم تتبرع اكيد، بس هي كارثه، هي معنا ما بيقدر افراد يحلوها، يعني للاسف. في ناس اكيد ساهمت، واللي ما ساهم اكيد عنده ظرف، بس نحن بالاخير هي كارثه بشريه، نحن ما حنقدر نحلها. فبتمنى يا رب انه تكون، ما فيني اقول عنا ازمه، كارثه وحلت وانتهت وما ترجع تتكرر يا رب. والله يرحم كل اللي راحوا. امين.